تحية طيبة. نشرة أخبار الثانية من يو تي في، هذا أبرز ما فيها: تدشين مشروعين لمعالجة الغاز المصاحب والبنزين المحسن في ميسان والبصرة. رئيس الوزراء يتحدث عن جهود لزيادة الانتفاع من الثروة النفطية. بدء تسجيل المتنافسين في انتخابات برلمان كردستان. المفوضية تنتظر مرسوما لتحديد موعد الاقتراع وتقول سيصدر قريبا باتفاق مع الحكومة. فنبدأ بكم إلى تفاصيل. دشن رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مشروع وحدة الأزمرة الخاصة بالبنزين المحسن في مصفى البصرة بطاقة تبلغ 11 ألف برميل كل يوم. كما افتتح سوداني وحدة المراجل البخارية في مصفى البصرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 طن كل ساعة لتزويد التوسعات الإنتاجية في وحدات ومنشآت المصفى بالبخار اللازم للتشغيل. هذا وافتتح السوداني مشروع معالجة الغاز المصاحب داخل حقل الحلفية في محافظة ميسان بسعة إنتاجية تبلغ 300 مليون قدم مكعب قياسي كل يوم مقمق. وخلال الافتتاح قال السوداني أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود رفع الاستفادة من الثروة النفطية والذي بدأ منذ عام 2019، وأشاد متابعة مكثفة لتفعيله وإكماله ليتحقق اليوم، وبين أن الغاز سيسهم مباشرة في تشغيل محطات الكهرباء ووقف الاستيراد وما يستنزفه من عملة صعبة، مشيرا إلى أن إنتاج الغاز ارتفع إلى 3100 مقمق وما يستثمر منه لا يتعدى 1800 مقمق. وأضاف السوداني أن الهدف تصفير الغاز المحروق بحلول 2028. بدأت اليوم عملية تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين والأفراد الراغبين في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كردستان. من المقرر أن يغلق التسجيل في 13 من حزيران الحالي وفق إعلان مفوضية الانتخابات التي تنتظر مرسوما إقليميا لتحديد موعد اقتراع كردستان. وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح صحفي، قال إن المرسوم يصدر قريبا لأن هذا ما تم الاتفاق عليه بين المفوضية والحكومة. أيضا مع بداية عطلة الفصل التشريعي بدأ حراك سياسي جديد استعدادا للفصل الجديد الذي سيكون مزدحما بالملفات العالقة أهمها رئاسة البرلمان وبنود وقوانين الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة. تحرك سياسي جديد بدأت تظهر ملامحه مع بداية العطلة التشريعية لمجلس النواب. أولى بوادره ظهرت بتشكيل كتلة المبادرة، كتلة شكلها نواب وأعضاء في مجالس المحافظات بعد انسحابهم من تقدم وصيانة الدستور. الكتلة قد تتجه بحسب متخصصين في السياسة إلى تحالف أكبر يريد حسم شغور منصب رئيس البرلمان مع بدء الفصل التشريعي المقبل. أعتقد أنه بعد انتهاء العيد أو بعد انتهاء العطلة التشريعية سيكون هناك توجه في حل هذا الموضوع، باعتبار أنه الكتلة التي انشقت حاليا هي متوجهة إلى تحالف كبير جدا لحسم المنصب المخصص للبيت السني باختيار رئيس مجلس النواب العراقي. التخندق السياسي غير المفضي إلى أغلبية تحسم اختيار رئيس لبيت التشريع لا يمكن أن يستمر بحسب متخصصين، وإن على القوى حسم قرارها خلال فترة العطلة وتسمية مرشح يعرض على القوى الأخرى لإنهاء تعطيل جلسة انتخاب رئيس للبرلمان.
الأولى والأجدى حقيقة أن يتم اتفاق ما بين المكون السياسي السني على شخصية بعينها، ثم الدفع بهذه الشخصية إلى البرلمان، ثم اختيارها من قبل قوى الإطار التنسيقي وباقي القوى السياسية. ويرى مراقبون أن مواقف القوى السياسية من تشكيل كتلة المبادرة قد تبعث رسالة بأن إرادة نيابية ماضية باتجاه جمع الأصوات الكافية لاختيار مرشح رئاسة البرلمان والحسم من الجولة الأولى. الحراك السياسي الذي بدأ مع نهاية الفصل التشريعي الأول يراه قارئون الأحداث إنه استعداد لحسم الملفات العالقة كرئاسة مجلس النواب وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة. حيدر البدري، يو تي في، بغداد. شدينا في هذه النشرة أيضا الصوامع تمتلئ بالمحاصيل الوفيرة، مخازن جديدة، تفاصيل هذا الملف بعد قليل. إنتاج الحنطة في العراق حقق نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية وتسويقا بزيادة بلغت 40% عن خطة الموسم. وفي وقت اتفقت بغداد وأربيل على استلام حصة الإقليم من المحصول، فتح صلاح الدين 3 مخازن لاستلام الفائض منها، تطور إيجابي يمكن أن يساهم في تحسين الأمن الغذائي في البلاد. بعد أن امتلأت صوامعها من الحنطة لهذا الموسم، صلاح الدين ستفتتح 3 مخازن أخرى لاستيعاب كميات المحصول الفائض من الفلاحين. نتابع تفاصيل في هذا التقرير. هذه صوامع الحنطة وهذه الشاحنات محملة بالقمح تقف أمامها بانتظار السماح بتفريغ حمولتها. منذ 10 أيام يقف سائقو محصول الحنطة ومسوقوها أمام الصوامع المنتشرة في مدن سامراء وتكريت والشرقاط والدور بانتظار السماح لهم بالدخول وتفريغ حمولتها، لكن من دون جدوى. فهذه الصوامع امتلأت بجميع المحصول بل حتى فاقت طاقتها الخزنية. احنا أصحاب سواق نقل، ننقل حنطة من الطيوب للسائلوات مزارعين، نتأخر بالتفريغ 15 يوم 14 يوم 13 يوم، صبنا معرقلات في السايلو، تفريغ تأخير، وصل سعر الطن 30-40 ألف دينار النقل ويا التأخير، لو يوجهون الغير محافظات نودع المحصول. تبلغ الطاقة الخزنية لصوامع المحافظة أكثر من 600 ألف طن، فنجاح الغلة هذا العام فاق التوقعات كلها، إذ تتوقع تجارة صلاح الدين بأن يتجاوز إنتاج هذا العام من القمح بنحو 800 ألف طن مناصفة مع محافظة نينوى. اقترح على وزارة التجارة على أن يكون مناقلة من المزارع نفسه، قل له روح ودي للبصرة يودي للبصرة، ليش تخلي واقف 14 يوم؟ 14 يوم تكلف الفلاح بحدود 60 ألف دينار مع العطل 70 ألف دينار للطن الواحد، بينما من أودي للبصرة الطن الواحد يكلفه 20 ألف دينار. فهاي ناشد بها وزارة التجارة عن أن تسد النهاية الثغرة. تقول مصادر خاصة ليو تي في إن وزارة التجارة أعدت خطة لتفريغ محاصيل القمح الفائضة من صوامع صلاح الدين وتحويلها إلى مواقع بديلة هي صوامع التاج وخانظاري في بغداد. من صلاح الدين، محمد قادر، يو تي في. أيضا بزيادة بلغت 40% عن الخطة لهذا الموسم، وزارتا التجارة في إقليم كردستان وبغداد تتفقان على تسوية لاستلام حصة الإقليم من الحنطة. تسوية نهائية بين وزارة التجارة في إقليم كردستان ووزارة التجارة الاتحادية تمثلت بموافقة الشركة العامة لتجارة الحبوب بشراء 700 ألف طن من حنطة الإقليم. تأخر تسويق حنطة الإقليم أسبوعين نتيجة عدم الاتفاق بين الطرفين على كمية الحنطة المنتجة، إذ طالب الإقليم بدعم 1,000,000 طن من الحنطة، فيما وافقت وزارة التجارة الاتحادية على نصف الكمية بداية الأمر، لتنتهي المفاوضات بالموافقة على تسويق 700 ألف طن. حددنا الكميات ب700 ألف طن وفقا لكميات استلمناها في محافظات الجنوب،
اللي هي 9 محافظات استلمنا 21%. أعتقد أنا تحدثت بها تطلع 605,000. إحنا حددنا للإقليم مثل ما بكربلاء، كربلاء استلمنا 40% زيادة عن العام الماضي، ضفنا 40% زيادة العام الماضي اللي بكربلاء الأعلى إلى إقليم كردستان، كانوا مستلمين 500,000 في 40% 200,000 طن، صارت 700,000 طن. وزارة التجارة أكدت إنها ستطبق خصومات في حال وجود شوائب أو تلف في محاصيل الحنطة المستلمة، وطالبت سلطات أربيل المعنية فلاحي الإقليم بضرورة الإسراع بتسليم الحنطة في المواعيد المحددة من قبل سايلوات أربيل بغية تسليمها للشركة العامة لتجارة الحبوب في أقرب وقت. الفلاحين مالتنا بعضهم ما ملتزمين بموعدهم لمجيء للسايلو، نطلب من الفلاحين ملتزمين بموعدهم اللي حددوها المواقع الزراعية في اقليم كردستان. وزارة التجارة العراقية دأبت منذ سنوات على دعم الحنطة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبدعم الزراعة في البلاد، وحددت هذا العام 850,000 دينار للطن الواحد مع التسليم الفوري لمستحقات الفلاحين في ذات يوم تسليم الحنطة التي بلغ إنتاجها نحو 6 ملايين طن في مجمل البلاد، بزيادة بلغت 800,000 طن عن الموسم الماضي. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. في نينوى ودهوك وكركوك وصلاح الدين انطلق إبراهيم بزراعة نخيل البصرة، نجحت الزراعة فاستعانت به دوائر الدولة لزراعة نخيل أكثر وأكبر. مشروع بدأ بفسيلة وانتهى بمئات النخيل البصرية مغروسة في الشمال. لم تكن زراعة النخيل في محافظة نينوى والمحافظات الشمالية رائجة منذ القدم بسبب اختلاف الأجواء والظروف المناخية بينها وبين محافظات الوسط والجنوب المليئة بهذه الأشجار، لكن مواطنا بصريا استطاع إثبات العكس وتمكن من زراعة 10,000 نخلة في نينوى ودهوك. هذا صنف الخستاوي من الأصناف الجيدة والإنتاجية المثمرة. تجربة إبراهيم الناجحة أثبتت أن النخيل يمكن زراعته في أي مكان شرط أن تتوافر له العناية اللازمة، فها هي نينوى بدأت بجني الخستاوي والبرحي والبريم والخضراوي والعويدي الذي لم يكن إنتاجه معروفا قط في بيئتها. نينوى والإقليم بدهوك وبعض المحافظات مثل كركوك صلاح الدين، فبدأنا تدريجيا نجيب فسائل ونزرع ونتابعهن، وهذه على ما تثمر بدينا نجيب نخل احجام كبيره، جهزنا دوائر الدوله البلديه البلديات مشاريع الجامعه. نجاح تجربة إبراهيم وجمال أشجار النخيل الذي لم تعهده نينوى في مزارعها وشوارعها دفع بلدية الموصل إلى اعتماد زراعتها في مداخل المدن والغابات والحدائق العامة، حتى في دهوك باتت باسقات النخل شامخة في باطوفة وإبراهيم الخليل وزاخو ومركز المدينة كذلك. كان هناك قانون سابق للحكومة على أن تفرض على كل منزل بزراعة نخلة في حديقة المنزل، وكان هناك أعداد كبيرة لكن تقلصت بعد الأحداث، لذلك ما يحدث من زيادة أعداد النخيل هو أمر إيجابي، ونتطلع أن يكون هناك اهتمام أكبر لزراعتها بشكل بساتين ليكون هناك استثمار اقتصادي لهذه الشجرة. وشهد العراق انخفاضا كبيرا في أعداد النخيل خلال العقود الأربعة الأخيرة، ما دفع ناشطين ومهندسين زراعيين وفلاحين إلى تكثيف زراعتها في جميع المحافظات للحيلولة دون انحسار هذه الزراعة وخسارة العراق واحدة من أقدم الأشجار التي غرست في أرضه. من الموصل، محمد سالم، يو تي في. يسعى مطار البصرة الدولي إلى تحديث بنيته التحتية ضمن خطة إعادة تأهيله للارتقاء بمستوى الخدمات، وبهدف جذب مزيد من شركات الطيران العالمية وزيادة حركة المسافرين. تزامنا مع ذلك شهد تدشين خط جديد بين البصرة والشارقة في دولة الإمارات، يضاف إلى قائمة الوجهات الملاحية الجوية مع الدول العربية والأجنبية.
فتح وجهات جديدة لرحلات جوية عبر مطار البصرة الدولي خلال الفترة المقبلة، واحد من حزمة أهداف وضعتها إدارة المطار لزيادة حركة المسافرين ومنحهم خيارات سفر جديدة. من بين هذه الوجهات تدشين خط جوي بين البصرة والشارقة في الإمارات بواقع 3 رحلات أسبوعياً. بواقع 3 رحلات للأسبوع بعد توقف دام 8 سنوات. طبعاً هذا راح يكون مردود اقتصادي إلى مطار البصرة بالأخص، وبعد الدعم والتسهيلات اللي قدمتها إدارة المطارات والسلطة الطيران المدني. إدارة المطار تعمل حاليا على تحويله إلى مطار ترانزيت ليكون أحد المطارات المهمة الفاعلة في الشرق الأوسط، وأطلقت خطة متكاملة لتحديث بنيته التحتية وإعادة تأهيله لجعله قادرا على استيعاب نحو 10 ملايين مسافر سنويا، فضلا عن استقبال الرحلات المرتقبة في إطار تنويع حركة الطيران. تزايد حركة المسافرين داخل مطار البصرة وطلب الحاجة بفتح أكثر من خط، طبعا هذا يوحي أنه حركة مسافرين بازدياد وجلب خبرات سياحية وخبرات استثمارية لمحافظة. أما المسافرون فتباينت آراؤهم حيال جودة الخدمات المقدمة في مطار البصرة الدولي في الوقت الراهن مقارنة بمطارات أخرى في دول العالم. يعني قياس المطار دبي، قياس المطار تركيا، يعني مو ذاك، لأنه يعني من المحافظة مو من العاصمة أكيد. فبس احنا نأمل مستقبلا يكون الأفضل والأحسن. نحتاج نفتح صالات كبيرة، نفتح وجهات جديدة بالمطارات، فالمقارنة صعبة بالوقت الحالي. يا ريت المسؤولين هم يشوفون المطارات الباقية ويتعلمون من عندهم التجارب وينقلوها لنا، يعني مطار البصرة ما يلبي الطموح. مطار البصرة الدولي شيد خلال 80s الماضي من قبل إحدى الشركات الألمانية، ويعد ثاني أكبر مطار في العراق بطاقة تصميمية تبلغ قرابة 3 ملايين مسافر سنوياً. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. الركود الاقتصادي في وسط غير ملامح السوق هناك، بعض السلع اختفت بسبب عزوف الناس عن شرائها، وبعض أصحاب المحال غيروا بضاعتهم لتتماشى مع الوضع الجديد، كما أن تجارا آخرين استغلوا هذا الوضع لرفع أسعار البضائع مما ساهم في زيادة الركود أكثر. بوتيرة متسارعة يتغير شكل السوق في وسط تماشيا مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. أغلب المحال هنا تحولت إلى محال لبيع الحاجات الضرورية أو أغلقت بالكامل، حتى وصل الحال إلى أن تتغير شوارع كاملة كانت مختصة ببيع بضائع معينة. انخفاض قدرة المواطن الشرائية إلى أكثر من 40% بحسب التجار ألقى بظلاله على المحال هنا بشكل استثنائي، ولم يقتصر التغيير على شكل السوق، بل انخفضت أسعار الإيجارات إلى أكثر من 60%، إذ وصلت إيجارات بعض المحال في أطراف السوق إلى 100,000 دينار فقط. بس أكو ظروف مر بيها السوق سابقا، يعني لأن تغييرات صارت، الورق مصعد وعندك الأزمات اللي صارت والأخبار الوضعية، يعني الأمن الاقتصادي هم يأثر على التجارة، فأكو هواي ناس غيرت مصالحها. يعني مثلا إذا كان تاجر سلع كهربائية غير إلى خلينا نقول فرش أو مفروشات قام يبيع، يعني كل واحد ما صار باختصاص، يعني مش ضمن اختصاص، لأن السوق بتقلبات. تقلبات السوق لم تمنع بعض التجار من رفع أسعار المواد الأساسية المرغوبة، ويبررون ذلك بخشيتهم من ارتفاع جديد للدولار قد يعيد أزمة العام الماضي. انخفاض قيمة الدينار العراقي وكثرة المحال المهجورة في السوق دفع كثيرا من الموظفين إلى دخول عالم التجارة، لا سيما مع سهولة استيراد البضائع من الخارج، الأمر الذي ولد أرباكا في جودة المواد المعروضة بسبب كثرة مناشئها. بدأوا يفكرون، يعني كل من حسب مساج الخاص هو يجي يشتري البضائع، يروح يتعامل، يستارد من الخارج بضائع ويبدي ينشئ هذه الأماكن ويروج البضاعة مالته. هسه أنت تعرف أخي العزيز، قبل إحنا كنا نعرف هذا سوق السجاد، هذا سوق البسط، يعني مواد تراثية قديمة، الآن نشوفها نلمح اندثرت هذه المواد، اجت هذه الحاجات الأساسية اللي من مناشئ مختلفة من بلدان العالم.
هكذا شلت الحركة الاقتصادية في واسط بعد تذبذب الدولار في السنوات الأخيرة. عيون الجميع تشخص نحو تفعيل رقابة تحمي التاجر والمواطن على حد سواء. من واسط حمزة الأسدي، UTV. ارتفاع كبير في الكثافة السكانية تشهده مدينة الفلوجة يزيد من الحاجة إلى مزيد من أماكن الترفيه، فيما يجري العمل حاليا على إنشاء أكبر لاندسكيب وحدائق عامة في الأنبار بمساحة 36 ألف متر مربع. تفاصيل في هذا التقرير. من أرض مهجورة تتجمع عندها الكلاب السائبة إلى أكبر لاندسكيب يمتد على طول واجهة مدينة الفلوجة الشرقية، هكذا ستشهد الأنبار افتتاح حدائق عامة نموذجية بمساحة 36 ألف متر مربع. وزعت بلدية المدينة مجسمات هذا المتنزه إلى مقاطع استراحة وأماكن ألعاب للأطفال وممرات ومساحات عائلية في خطوة لاستقبال الصيف بمناطق خضراء، فضلا عن إنشاء مجسر مشاة كهربائي. في الضفة الغربية للفلوجة على نهر الفرات كورنيش ثان بمساحة تصل إلى نحو 27 ألف متر مربع ستكون هي الأخرى متاحة للمواطنين قريبا. طول هذا المشروع اللي بين الجسرين بطول 600 متر وأرض 45 متر، إضافة إلى المتنزه واللاندسكيب الشرق مدينة الفلوجة كذلك بطول 800 متر وبأرض 45 متر. سيتم افتتاح المشروعين في الأيام المقبلة إن شاء الله. تكون هذه المساحات متاحة للجميع في وقت لا تتمكن كثير من الأسر من دخول حدائق مغلقة، إذ تراعي المناطق الأصلح والأكثر حاجة. اللي شايفه قبل هذا مو مثل هسه، الضايج شويه التعبان نفسيا يجي يقعدون اثنين ثلاثه ينسون هم مال نهر الفرات قدامنا وشوارع مبلطه. يقول الاهالي ان التوسعه السكانيه التي بلغت اضعاف ما كانت عليه الفلوجه تتطلب مزيدا من اماكن الترفيه. الفلوجه بحاجه اكثر الى الاماكن الترفيهيه، اليوم الاستفاده من المساحات الفارغه على اطراف المدينه تشكل نقطه جذب لاهالي مدينه الفلوجه. تمثل الجهتان الشرقية والغربية للفلوجة مركز ثقل سكاني كبير، وإنشاء مساحات خضراء واحدة من التصاميم الأساسية التي استحدثتها بلدية الفلوجة مؤخرا بعد أن كانت خارج هذا المشهد الجميل. نبيل عزامي، UTV، الأنبار. ختام النشرة، ألقاكم على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.